هاي علي، هاي كيفك؟ شباب ماشي الحال؟ سفا الصورة منيحة؟ كله منيح؟ كله منيح، بس عم شوف بعد في سامر وتونيا عم يعانوا شوية مشاكل تحت يفوتوا. اوكي، هو ما في يطلع اللايف انستا من الا من التليفون، ما هيك؟ ما في يطلع من اللابتوب؟ لا ما فيهم، بس من التليفون. اوكي، ليش عاملين هيك الجماعة؟ كيفك؟ احنا ما التقينا ثقبت، بس بنعرف بعض من بعيد لبعيد. ايه لا مزبوط، ناش بعض من بعيد لبعيد. انت بتقدر تعمل اكسبت لريكوست؟ في شيء مش انا بعتقد عملت اكسبت. اوكي مش الحال، في سامر فيت بعد في تونيا. ايه طلع سامر، بدنا نطلع لايف من ما فيها نطلع من الديسكتوب، فبدنا نطلع من التليفون. قديش رح تاخذ وقت تقريبا؟ متوقعين شي ساعة، ما مفروض تتفرج تابع ساعة. تابع 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 كثير مني. هاي ريمون، هاي علي، هاي سامر، هاي سامر. أنا ثاقبت، نحن طلعنا لايف ما هيك؟ نحن هلا لايف. هيك يلا يعطيكم العافية جميعا، بلا ما نحكي تفاصيل. تونيا، إذا أنت معنا على اللايف اعملي ريكوست تتفوتي، لأنه عم بعملك انفايت ما عم تزبط. يلا سوري جايز، شو بس حتى نصير كلنا موجودين. أكيد أكيد. هلو، ماشي الحال؟ هاي فاينلي، كيفكم؟ ماشي الحال الحمد لله. جود، كيفك انت؟ تمام تمام، هابي تو بي وذ يو توداي جايز. لايك وايز، احنا تمام. بركي ننطر دقيقتين قبل ما نبلش، او بتفتكروا غير دقيقتين غير دقيقتين اللي نطرناك اياهم؟ Let's just give some time for as many people as possible to join. لا ما نضيع لهم ولا information. أكيد أكيد أكيد. Hi guys, I see my friends here. وين عايشين انتو؟ انا بدبي. انا وسامر بلبنان. نيالكن. اوكي اوكي. على السمع حلوة. لا وفيني الله يسعدكم بهذه الظروف، بس انه
بس تكون برا كتير كمان عم بيكون النوستالجيا عم تكون كتير قوية صراحة. أنا موافق معك، موافق معك، وبعتقد ما بنقدر، أنا لأنه عشت فترة برا بعرف قديش تنعاش بشكل صعب وفي إحساس بالذنب من وقت للتاني، بس هي الفكرة إنه هذا الإحساس بالذنب يتحول لطاقة إيجابية للتغيير بالبلد. يعني بالضبط. كل ما حدا منكم يحس بالذنب برا يحول هالإنرجي تجاه الشغل، تجاه الدعم. نحن كل السنة بالضبط. حاسين بالذنب، فكل السنة عم نشتغل حتى نحول هيدي الطاقة على لبنان. صح. طيب يلا تونيا، 100%. فينا نبلش؟ Yeah, let's start. So, to be brief, نحن اليوم نبعد عن الانتخابات النيابية بلبنان 5 أشهر، وما بقى في وقت للمغتربين غير 20 يوم ليتسجلوا. فبليز، أول شيء بدي أقوله كل حدا مغترب عم يسمعنا، لإله ويوجه كمان هيدا النداء لأصحابه لأهله، بليز إذا عارفين حالكم إنه منكم قادرين تنزلوا على لبنان، تسجلوا بأسرع وقت ممكن على الويب سايت diasporavote.mfa.gov.lb. الويب سايت موجود بالبايو عنا كلنا على كل صفحات مغتربين مجتمعين كلنا إرادة، رح أعيده بالآخر، وإذا أي شيء رجعوا اسألونا عنه. فيكن كمان بحال صار كتير صعوبات للويب سايت، مع أنه هذا الشيء إن شاء الله ما بيصير، فيكن تتسجلوا كمان بالسفارة الأقرب عليكم. بليز ما تضيعوا هالفرصة أنه تمارسوا حقكم كلبنانية وأنه تشاركوا بصنع القرار، لأنه التغيير بده إرادة. مبسوطين اليوم انه عم نستقبل دكتور علي مراد مستشار القانوني، وسامر عبد الله مسؤول التواصل والاغتراب بكلنا إرادة. معكم تونيا مورا وريمو حاج من مغتربين مجتمعين. خليكن معنا لساعة من الوقت لنجاوب ان شاء الله على كل الأسئلة اللي عم بتدور حول التسجيل والعملية الانتخابية. اوكي Thank اليوم you رح نتطرق لثلاث مواضيع أساسية بهذا اللايف: القانون الانتخابي بالاغتراب، بالفقرة الثانية رح نحكي عن بروسيس التسجيل، وبالفقرة الثالثة رح نحكي عن المشهد الانتخابي على الساحة اللبنانية. بس قبل كل شيء بدي أرجع رحب فيكم من جديد علي وسامر، وبدي منكم تعرفونا عن كلنا إرادة، مين أنتو، شو بتعملوا، أي متى تأسست كلنا إرادة، وتحكونا شو عن دوركم بالانتخابات النيابية. سامر؟ يلا. كلنا إرادة تأسست. أول شيء thank you كتير لمغتربين مجتمعين ولريمو وتونيا. We're very happy to be here. وكمان شكرا كتير لكل اللي عم بيشاركوا بهذا اللايف. بتمنى أنه تكون الحلقة تجاوب على التساؤلات يلي موجودة عند كتير ناس، خاصة بموضوع الاقتراع المغتربين. كلنا إرادة تأسست من حوالي 5 سنين أو 6 سنين، وتأسست ك think tank، يعني كانت think tank و lobby group بذات الوقت. يعني كان إذا بدكم التركيز تبع كلنا إرادة هو الشغل العلمي على صناعة سياسات أو توصيات بخصوص السياسات العامة بتجاوب على الأزمات اللي كان عم يمر فيها البلد. وكانت الفكرة أنه هالشغل اللي نشتغله، هالشغل البحثي، هالشغل العلمي بمواضيع السياسات العامة، بنحمله ومنروح فيه، أو بتحمله المنظمة وبتروح فيه لعند صانعي القرار لحتى تضغط باتجاه تبني هذه التوصيات. وكلنا إرادة مؤسسة كبيرة، في عندها مروحة كبيرة من الاختصاصيين يلي هن جزء من هذه المؤسسة، اختصاصيين بأكثر من مجال. اشتغلت شغل كبير بأول يمكن 2 أو 3 سنين، خاصة على موضوع الطاقة، على موضوع القضائي، على موضوع الكهرباء. عملت الشغل يلي كان إذا بدكن اشتغلت على مواضيع اللي كانت مطروحة كتير بهديك الفترة. هلأ بعد الأزمة المالية وبعد انتفاضة 17 تشرين
وأكثر بعد انفجار المرفأ بأربعة آب صار في قطع تام مع أو بالأحرى قطع تام مع هذا النوع من العمل السياسي، يعني التواصل مع السلطة والضغط على السلطة وهالنوع من الشغل، باتجاه الانحياز التام لقوى المعارضة والقوى يلي عم تشتغل سياسي ضد السلطة الحاكمة. وبهذا السياق كلنا إرادة عم تتواصل مع المجموعات المعارضة لحتى نشتغل سوا على موضوع يعني بإطار العمل السياسي، أول شيء على موضوع المحتوى السياسي، الشغل على إنتاج مادي سياسي تستجيب للأزمات اللي عم يمر فيها البلد، وخاصة الأزمة المالية وموضوع المصارف وموضوع القضاء وإلى ما هنالك من قضايا البلد هلأ كتير حاسمة في الأزمات بهالمجالات، وبذات الوقت كمان على موضوع التحضير للانتخابات. وهذا الشغل عم بيصير مع كافة القوى يلي تنضوي تحت عنوان المعارضة بلبنان، وخاصة تفضل ثانية. سوري سامر. ايه جو هاد ريح. دكتور علي بس اذا فيك ترجع تعمل ريكوست ترجع تقدر تفوت معنا. ايه سوري سامر. ما يهمك. مبدئيا هذه يعني كلنا ارادة هيك انا ناتشال اذا فيني اقول. وهلا يعني مشمرين عن زنودنا وعم نحضر للانتخابات، بس بذات الوقت التراك العمل على موضوع السياسات والبحث بموضوع السياسات وصناعة إذا بدكم الحلول بمجال السياسات العامة مستمر، والعمل على الرؤية السياسية كمان مستمر، لأنه كلنا إرادة. كمان برجع بذكر ما خلقت كمنصة انتخابية، بالعكس خلقت كمنصة تعمل على ابتكار الحلول السياسية على بالسياسة العامة وبالقطاعات وكمان بالرؤية السياسية، يعني أي نظام سياسي بدنا بهذا البلد. وبالتالي هذا الشغل بعده مستمر إلى جانب العمل على موضوع الانتخابات والشغل مع القوى المعارضة بلبنان. طيب بما أنه طرقنا للانتخابات، هذا موضوع الفقرة الأولى تبعنا، القانون الانتخابي بالاغتراب. بهذه الفقرة رح نبلش نحكي أول شيء عن القانون بحد ذاته وبالشق اللي بيتعلق بالمغتربين. فمؤخراً أقر مجلس النواب تعديل القانون الانتخابي اللي بيسمح للمغتربين بالتصويت ضمن 15 دائرة انتخابية بلبنان. ممكن تشرحوا لنا أكثر شو عن هذا التعديل؟ أوكي، يعطيكم العافية وميرسي بعد مرة. بتمنى الصوت يكون واضح. صوتي واضح؟ صوتك واضح. أول شغلة بدنا نعرفها لنبلش أنه هذا القانون الانتخابي بال2017 شوي غريب، لأنه تقريباً تأجلت الانتخابات 4 سنين أو انلغت 4 سنين تحت حجة أنه ما عندنا قانون انتخابات. وهذا قانون هو ناتج عن موازين القوى اللي عبرت عنها التسوية الرئاسية. فراحوا ممثلين الأحزاب الكبرى، اجتمعوا بأحد الممثلين الأحزاب الخبراء الانتخابيين بالأحزاب الكبرى واجتمعوا، وكان كل تركيزهم على النظام الانتخابي، كيف منقسم الدوائر، كيف منعمل preferential vote، كيف منعمل هون دائرة صغرى دائرة كبرى، واتفقوا على هيدا الشيء. يوما ما بنرجع بنحكي إذا بدكم بنعمل جلسة لنشرح كيف كله كيف مقسم بطريقة معينة. وموضوع الدياسبورا حطوا فيه بقلبه مبدأ أساسي كان موجود بقانون 2009-2008 بالأحرى، هو أنه يحق للبنانيين المقيمين بالخارج أنهم ينتخبوا من مكان إقامتهم. ليش اللي بنقول اللبنانيين غير المقيمين؟ لأنه اللبناني طالما بيصير عمره فوق 21 هو حتما ناخب، إن شاء الله صار له 30 سنة عايش برا، سو اللوائح الانتخابية بلبنان هي أوتوماتيكلي بتصير. الفكرة كانت أنه أعطى القانون حق لبناني أنه ينتخب واللبناني ينتخبوا من مكان إقامتهم. بس إجا القانون حط 3 أشياء. أول شغلة قال بال2018 اللبنانية برا بينتخبوا للدوائر الانتخابية ال15. بال2022 هيدا انعمل بال2017 بالقانون هيك مكتوب. بال2022 منزيد 6 مقاعد للطوائف الست الكبرى ل6 قارات، بصير عنا 134 مقعد. وبال2026 ليكوا شو طموح القانون، من نقص 6 مقاعد من ال 128 بلبنان وبنخلي ال6 مقاعد تبع الخارج. طبعا هيدا الموضوع مثل كتير مواضيع بالقانون ما أخدت حقها بالنقاش،
لأنه كان كل تركيزهم يتفقوا على النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، والباقي عملوا كابي بيست، وبالمعنى الحقيقي صار في كابي بيست لأنه في كتير تعورضات وكذا. وزيادة عن هيك ما صار في نقاش بال2018، لأنه أصلا بال2018 ما خلقوا المقاعد الستة، تركوها لل2022، ونحن بلد ما بيفكر سياسيين فيه لبعيد، فقالوا 2022 كتير بعيدة. فوصلنا نحن لل2022 عم تقرب الانتخابات، مضطرة السلطة تعمل الست مقاعد وتطلع حدا بوزارة بلجنة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تقول مثلا والله مقعد أستراليا للدروز، مقعد أفريقيا للشيعة وغيره، وهيدا بحد ذاته رح يعمل مشاكل أنا برأيي على الفاضي. اثنين، هيدا مشكلته مقاعد الستة انه اللبناني اصلا كل اللبناني بينتخبوا مكان اقامتهم، ليش المغتربين بدهم ينتخبوا مكان سكنهم؟ يعني حسب اذا انت ساكن بمحل عايش برا بتصير تنتخب ست مقاعد. عمليا هم اخترعوا دايرة 16 زيادة بهيدا المحل. هيدا بالجانب القانوني. اذا بنحكي بالجانب الحقوقي كمان، عنا نحن علاقة السلوك الداخل اللبناني هو مرتبط كتير بدايرته الانتخابية، وبالتالي إذا أنت بتقول لابن المتن ابن كسروان ابن أي محل بدك ست نواب ولا بدك تنتخب بدايرتك، بقولك لا بدي انتخب بدايرتي. زيادة عن هيك اللبنان اللي عايش برا مش بحاجة مين يمثله، وزيادة عن هيك كمان قوة الصوت. هيدا عم نحكي بالمبدأ بالسياسة. اليوم المغترب اللبناني هو جزء من عملية التغيير بالبلد. أولا الانحياز ل 17 تشرين كان حاسم، عدد كبير في كتير مغتربين دخلوا على السياسة بعد 17 تشرين. مشاركة اللبنانيين واللبنانيات بالعمل السياسي إن كان بخلق مجموعات بالاختراق مثل مغتربين مجتمعين أو الانضمام لمجموعات بلبنان كتير كبير، وزيادة عن هيك المغترب متضرر بشكل مباشر. فصار في كتير ضغط، أنتوا كنتوا جزء منه، كلنا إرادة اشتغلت عليه، مجموعات تانية اشتغلت عليه، وكمان تناقضات السلطة مع بعضها خلت أنه من كان شي اسبوعين ثلاثه مجلس النواب يصوت على قانون لالغاء المقاعد السته، وفعلا تم الغاء المقاعد السته مترافق مع تحديد موعد الانتخابات ب 27. طبعا بدكم شوي احكي المسار وليش ونحن وين مشكلتنا هون هلا، لانه في مشكله حاليا موجوده، ولا بدك لبعدين نحكي عنها؟ بدي احكي شوي عن وين صرنا بالتعديل بالقانون، وبدي ارجع احكي بعد شوي عن الاخذ والرد بين رئيس الجمهوريه والمجلس النيابي. اوكي، بدك جاوبك هلا عنهم هولي. انا سؤالي بهذا الموضوع انه صار في اخذ ورد بين رئيس الجمهوريه والمجلس النيابي، ومؤخرا رجع تم التصويت مره ثانيه على القانون بالمجلس النيابي. هلا هل هذا القانون صار نافذ او في باب للطعن؟ اذا فينا نحكي شوي عن معطيات هذا الموضوع تحت نحكي عن كيف بينعكس هذا الشيء كمان على المسار الانتخابي. صحيح، بعد ما صوت المجلس النيابي على شغلتين أساسيتين، أولاً عدلوا المهل اللي بتسمح تصير الانتخابات ب 27. منذكر أنه مجلس النواب ما شو اللي بيحدد موعد الانتخابات، السلطة التنفيذية بمرسوم بوقعه رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس وزير الداخلية وممكن وزير المالية، هن اللي بيحددوا الموعد. بس اشتغلوا على المهل بشكل ينسمح لهم أنه يصير الانتخابات ب 27، وكمان انلغت المقاعد الستة. بعد ما تصوت على القانون بعته حسب الآلية الدستورية، أرسل لرئيس الجمهور للحكومة، مضى رئيس الوزراء، وصل لرئيس الجمهورية، استخدم رئيس الجمهورية صلاحياته بالمادة 57 أنه يرد القانون لمجلس النواب، وفعلا رد المجلس للمجلس النيابي وقال له أنا مش موافق على الغاء المقاعد الستة ولا على التعديلات لتصير الانتخابات ب 27. وهون بلش اللعب السيء تبع السلطة. 77 نايب صوتوا على الموافقة على التعديلات ورفض طلب رئيس الجمهورية. بموضوع المقاعد الستة للأسف صوت 61 واحد مش 65. كل الدبال يوم بالدستوري بلبنان والقانوني، لأنه المادة 57 بتقول لما رئيس الجمهورية يرد القانون لمجلس النواب لازم مجلس النواب يصوت بالأغلبية المطلقة absolute majority من إجمالي عدد أعضاء المجلس قانونا. نقاش اليوم هل هن 128 وبالتالي الماجوريتي لازم تكون 65، والله هي بلا النواب المتوفين، عندنا نائب متوفي ومستقلين اللي هي بتصير 59. هلا الخطوه الثانيه، رئيس نبيه بري اعتبر انه على 59 واعتبر انه القانون اخذ كل الشرعيه، رح يبعثوا لرئيس الوزراء ورح يبعثوا لرئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه رح يقطعوا 5 ايام لانه قانون معجل مكرر، وينشروا بالجريده الرسميه.
بعد ما ينشر رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية معهم النواب 10 أيام والرؤساء 3 عون واحد منهم يقدموا طعن للمجلس الدستوري بعد 15 يوم من نشره خلال هاي المالة. يعني وهيدا رح يعمله. يعني عم نحكي بأي تاريخ؟ يعني عمليا القانون ممكن ينشر بثلاثة 11 وبعد ما ينشر بثلاثة 11 ينشر بالجريدة الرسمية. أوكي. من 3-11 معنا ل 18-11 تقريبا بهالحدود 15 يوم لا يعملوا الطعن. فإذا أخذوا المهلة لآخرها إذا قلنا 3+15 مزبوط 19 بالأحرى بنحسب اليوم اللي بعده. من 19-11 بتخلص مهلة الطعن قدام المجلس الدستوري. مجلس الدستوري مجرد ما استلم الطعن بيعمل التالي: فورا بيدعي لجلسة بيحددوا مقرر رابورتور اللي هو بيكتب القانون بيكتب الطعن ومعهم 10 أيام ليكتب الطعن، بعدين 5 أيام ليناقشوا هولي 15 يوم، بعدين معهم ماكسيموم شهر. طبعا في يكتب التقرير بخمس أيام مش بعشرة، بس إذا أخذنا المهل بحد الأقصى، وبعدين معه 15 يوم ليقدم ليناقش المجلس الدستوري إذا بيوافق على الإلغاء أو ما بيوافق على الإلغاء. أوكي؟ يعني عمليا المهل بتروح بحد الأقصى ل 21-22 الشهر تقريبا ل 12 ليحسم المجلس الدستوري بشكل نهائي هيدا الموضوع. وبالتالي نحن ممكن هيدا نبقى على القانين بإذا رح يبطل المجلس الدستوري أو لا. ممكن هيدا الموضوع ما ينحسم قبل 22-12 في حين دعوة هيئات النقابة هي ل 27. زيادة عن هيك نحن عنا مشكلة إنه من الناحية الدستورية للأسف، عم أقول للأسف كتير أنا حزين أني عمول هالشي، أنا من الناس اللي بقول أنه النصاب هو 65 مش 61. أوكي. هيدا رأيي الشخصي. وبالتالي بس لنفهم كيف عم يلعبوا السياسيين، في 77 صوتوا مع المهل تعديل المهل وقسم ما صوت بهيدا المحل. أنا رأيي الهدف هو إرباك المغتربين لما يتسجلوا. الرد تبعنا بده يكون بالتسجيل مش بعدم التسجيل. ردنا على اللي عم يعملوا يا مغتربين ومغتربات اللي عم تسمعوا، كل اللي عم ينعمل لما نسجل، ردنا على كل اللي عم ينعمل هو انه نسجل 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 نسجل. وكنت عم تقولي قبل شوي اللي اكيد انه نازل على لبنان، مش اللي اكيد نازل على لبنان، اللي اكيد 1000% انه قادر ينزل على لبنان. ومش بس ب 27 لانه في احتمال الانتخابات كمان ما تصير ب 27 لانه خلقوا لبكه قانونيه كتير كبيره، ممكن الانتخابات ترجع تروح ل 8 أيار. فالبليز كل حدا بس الشخص اللي هو عنده الاون بزنس وفي يحمل حاله وينزل بأي وقت على لبنان، الباقي كله سجله. المشكلة انه المغتربين عم بس يصير هيدا القلق عم بيروحوا أكتر لما يسجلوا بالوقت اللي لازم يسير العكس، لازم نسجل لأنه عم بيصير هيك مش العكس 100%. يعني بدل ما ينتظروا تطورات سياسية يتسجلوا اليوم قبل بكرة لأنه ما رح ينحسم شيء قبل 22 ديسمبر. عم نحكي كحد أكثر. فيني هون أعقب على اللي عم بيقوله علي إذا تفضل سامر. اتفضل سامر. بعتقد كتير مهم بالنسبة لإلنا مش بس إنه نستثمر الصوت الاغترابي بالحصول على مقاعد، بعتقد كتير مهم إنه يبين الصوت الاغترابي، يبين حجم الصوت الاغترابي. والصوت الاغترابي ما حيبين حجمه إلا بالتسجيل. هذا بحد ذاته موقف سياسي. وإذا كان العدد المسجلين بالاغتراب كبير، هذا الشيء فينا نستثمره بأنه نلغي المقاعد الستة في حال رجعوا تثبتوا هالمرة، أنه ما يعني نقدر نستعملهم بمعركتنا لاعتماد قانون انتخابات بيسمح للمغتربين يصوتوا لدائرة قيدهم. فكثير مهم أكثر ما أنه حنصوت للستة ولا للمية وثمانية وعشرين، مهم يبين قديش حجم هذا الصوت الاغترابي لأنه هاي معركة سياسية بحد ذاتها. لأنه هذا الشيء كمان بيعبر عن إرادة المغتربين على المشاركة بالحياة السياسية. صحيح. صحيح. بدي مرق الفقرة الثانية لتونيا نحكي شوية أكثر عن البروسيس. حسيت بعد حدا بده يقول شيء علي أو سامر عن هالموضوع، إذا بعد في شيء to be elaborated please go ahead قبل ما ننتقل للبروسيس، because what you're saying كتير مهم كتير مهم، لأنه كتير عم بيكون في rumors،
كتير عم يتداول الامور على السوشيال ميديا، يمكن عن غير قصد ويمكن عن قصد، بس تعودنا على هذا الشيء من قبل، وهذا الشيء عم بخفف أنيعة العالم بانه يتسجلوا، عم بخفف جلدهم ونفسهم، وهذه هي يعني. فالافضل انه نشدد على هالموضوع. اذا في اي شيء كنت تقولوه قبل ما انتقل على البروسيس، جو اهيد. تسمحي لي توني بشغله واحده كمان نوضحها، لانه كمان صار عليها لغط. هلا بعرف انه كمان انشغل انه ينشال هاللغط، ولكن نرجع ناكد، التسجيل ما بيحرم المغترب من حقه بالاقتراع اذا التغى اقتراع المغتربين. يعني اذا انا سجلت اليوم ولسبب ما طارت، هلا هي يمكن من سابع المستحيلات انه بقى نوصل لهذا السيناريو، بس على كل الاحوال هو ما بيحرمني ولا اي شكل من حقي بالاقتراع اذا التغى اقتراع المغتربين. يعني اذا انا سجلت اليوم وما ما حيصير في اقتراع بالاغتراب، بنزل واسمي موجود بلوائح الشطب وبصوت بلبنان اذا كنت قادر انزل. فهذه مساله لازم كمان تكون واضحه للكل. شغله تانية كثير مهمه، معلش نحن عم نستعمل رساله وحده وبذات الوقت عم نجرب نميز انه اذا قادر واذا مش قادر. الستي في حال وصلنا لهالسيناريو يلي بنظرنا سيء، الست بحد ذاتهم منهم سيئين، ماشي الحال. يعني اللي بيسجل وعارف انه اوكي انا بس رح اقترع على هو الست مقاعد، مش مشكله، الست مقاعد منيح، هلا ماشي الحال، منا كارثه انه نضطر بهالمناسبه بالذات، بهالمناسبه يعني عم بحكي بهالدوره الانتخابيه انه نصوت بهذا المحل. احسن بكثير نكون حامين حقنا بالاقتراع مطرح ما نحن، يعني الاغتراب انه يقترع بمكان اقامته، على انه نرتبك ونقول ما حسجل هلا لحتى لي بلكي انزل سجل وما بعرف كيف تتغير الظروف وما قادر انزل انتخب بلبنان. فخلينا نكون رسالتنا كثير واضحه، المغتربين خليهم يسجلوا بالسفارات وبالبعثات الدبلوماسيه على الويب سايت لحتى لي يقترعوا باماكن اقامتهم. عظيم. سامر، بس سؤال انا ما فهمته عن موضوع انه اذا حدا سجل برا واضطر بعدين ينزل ينتخب، هيدي بالحالة الطبيعية ما بيقدر، بس إذا له كليا انتخاب المغترب بيقدر. صح. أوكي. يعني هو اللي بيصير بهاي الحالة إنه لنفترض تسجلنا نحن كلنا برا، وإجت السلطة قالت إنه والله ما في مصاري، في مشاكل كورونا كذا، ماني قادرة، طبعا رح نخوض المعركة، عم نقول عم نحط كل الاحتمالات. لنفترض هيدا الشيء صار، مع انه مثل ما قال سامر احتمال بسيط، طالما انا اسمي، ما نحن اسمنا ما بينشطب، نحن حد اسمنا بلبنان بيقول اختار ان يقترع في اتينا مثلا، فاذا المكتب ما فتح باتينا، ما صار في مركز اقتراع باتينا، انا بقدر انزل اجي على لبنان وانتخب بهيدي الحال. يعني القرار اللي رح ياخد هيدا المنطق العام اللي ما فيهم يطلعوا منه، القرار اللي بده ياخدوه وبدنا نحاربه لانه ممنوع تنتخبوا برا، ما قادرين نعمل برا، هو ذاته القرار رح يجي يقول انه في كنت، وهيدا فينا نستدل عليه من فكره انه اليوم اذا جينا سجلنا مثلا بسفاره وطلع العدد 70 انا وما فتحوا مركز اقتراع، مش بيقولوا لي انت خلص علقت برا وما رح افتح، طالما الدوله ما عم تفتح مركز اقتراع بالخارج انا برجع بنتخب بلبنان، لانه بالاساس انا اسمي نازل على لوائح الشطب بلبنان. كثير مهم هذا الموضوع، توصيله لهذا السؤال. اوكي طيب، لكن رح انتقل للفقره الثانيه اللي هي كثير مهمه. في كثير من المغتربين عم يطرحوا اسئله عن كيف يسجلوا تفاصيل التسجيل، بالرغم من تداول فيديوهات كتيرة على السوشيال ميديا شو الـ necessary papers، شو الخطوات etc. بعد عم نتلقى أسئلة، فإذا ممكن ترجع تعدلنا شوي الـ process تبع التسجيل بالاغتراب، كيف نسجل لننتخب؟ بحكي أنا سامرة وأنت ما بدك تفضل. يلا شكرا زميل. خليني اقول لكم، اول شيء بروسيس التسجيل مثل ما قال، في الواحد ينزل على السفاره هيدا سهل، بس الاسهل اونلاين المساله ابدا كثير سهله. اول خطوه اذا عم بعتبر انا هلا عم بحكي مع ناس بعد ما سجلوا، اول شيء بدي منكم تعملوا انه تسجلوا، تكونوا عاملين سكان لباسبوركم اللبناني او الهويه او اخراج الايد، واذا فيكم تعملوا سكان لاثنين بيكون منيح، جهزوهم وتعملوا كمان سكان لهويتكم لباسبوركم الاجنبي او الاقامه اذا انتم مثلا ما معكم جنسيه، وهول بتخلوهم، والافضل ما يكونوا بي دي اف، يكونوا ايمج وخلوهم. بتفوتوا على الويب سايت اللي قالت عنه
شي ارجع اسم... تونيا ده تونيا 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 وفيكم يسهل عليكم الضاف ده في قلبي لما تحط لكم حالكم وتحفظوا بتحطوا دياسبورا فوت لبنان على جوجل رح يطلع عندكم اول 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 ويب سايت بتفوتوا على الويب سايت اول شيء بتكون تسجلوا مثل ما تعملوا اي تسجيل بتعملوا اسمكم والعائله رقم التليفون والايميل اوتوماتيكلي رح يوصلكم ايميل على جيميل تبعكم او على الايميل تبعكم بشكل عام وفي احتمال يوصل على الجانك بس ما لنا كثير مشكله ما كثير عم يوصل على الجانك ومن هون ببلش الشغل كثير اوتوماتيك بمعنى بتكبسوا تاكيد وبتروحوا بتمشوا عادي بتحطوا اول شيء المعلومات الخاصه فيكم احتمال كتير كبير يلاقي لكم اسمكم بلوائح الشطب تبع الوزارة الخارج الداخلية إذا ما كان مبين بتحطوا كل المعلومات It's very easy وبعد ما تخلصوا هذا الشيء رح يطلب منكم تعملوا أبلود لنوعين من المستندات مستند بيثبت أنه أنتوا لبنانية وهذا هو بشكل أساسي اللي هو صورة عن الباسبور أو الهوية أو إخراج الأيد هلا فيكم تحملوا اثنين اللي معه اثنين يحمل يعني اللي فيه يعمل سكان للهوية والباسبور يعمل لاثنين ومجموعتين من المستندات اللي هي ما يثبت انك انت عايش برا باسبور او اقامة او غيره وبعد ما تعملوا سند هون ملاحظة كتير اساسية ما رح يوصلكم ايميل دغري جاستو لانه كل الناس عم يسألوا انه بعتت كل شيء وما وصلني شيء ما رح يوصلكم شيء ونحن تواصلنا مع ناس دبلوماسيين بالخارج قالوا نحن ما بنبعت ليش لأنه مجرد ما بعتنا هاي المعلومات رح تتلقاهم وزارة الخارجية تتأكد أنه كل شيء صح مثلا في حدا مرة عامل سكان ويبدو مغلط يعني مثلا مغلط بالدوكيمنت اللي بده يعمل له attachment فدقوله السفارة ليرجع يزبط في حدا مغلط بعنوان السكن السفارة عم تدق فعطر عم تاخد بين 3-4 أيام لأسبوع بعتقد هلأ رح تزيد مع الضغط بهيدا المحل ملاحظة بس هون بموضوع التسجيل كمان بدنا ننتبه لشغلة إذا حدا باسبوره خالصة مدته أو هويته قديمة أو إخراج قيد قديم بهاي المرحلة منا مشكلة لأنه هاي المرحلة هي الهدف منا يتأكدوا أنه الشخص اللي عم بيسجل بالخارج هو هيدا الشخص اللي اسمه فلان لفلان بلبنان سو إذا أنت الباسبورك أو باسبورك قديم منا مشكلة هيدا مش الدوكيمنت اللي بدي انتخبي عليه بس المهم نعرف نحن أنه يوم الانتخاب بده يكون يا بباسبور صالح أو بهوية ما فينا ننتخب بإخراجه بس بهاي المرحلة منا مشكلة كتير عم شدد عليها هيدي أنه باسبوري خالص شو بدي أعمل منا أبدا مشكلة بينبعتوا المعلومات بعد ما تنبعت هاي المعلومات لحد 20 وفيكم تسجلوا لنهار 20 الساعة 11:59 دقيقة بتوقيت بيروت بتسجلوا بينبعثوا المعلومات بتجمعهم وزارة الخارجية بتبعتهم على الداخلية تتأكد الداخلية من المعلومات بينحط اسم حد اسمكم بلبنان أي متى أنه صارتوا بتكون تنتخبوا بالخارج وهون الملاحظة إذا أنتوا سجلتوا وما بقى فيكم تجوا تنتخبوا بلبنان يعني هيدي بس لتكون واضحة وهي منطقية بكل دول العالم لأنه ما فيك أنت تسجل وترجع تنقل على محل ثاني فهيدي منطقية كتير وزيادة عن هيك ما ننسى أنه الانتخابات بالخارج رح تصير مينلي قبل أسبوع نهار الأحد والجمعة قبل الانتخابات بلبنان فلما يكون الواحد قادر يصوت مرتين كمان سو هو بروسيس كتير سهل وللأمان الويب سايت سهل هلأ في ناس رح تتفاجأ ببعض المفاجآت على الويب سايت أحيانا السيرش ببعض الدول للضياع والمناطق بيعمل أسماء غريبة وكذا حدا بعت لي طبيعي لأنه السيستم بيقرأ كل حدا بيعمل سيرش فبكون في ناس شوي مضطهدمين وعاملين إشياء هيك فأنه بيعملوا سيرش فبيحفظهم السيستم منا مشكلة كبيرة رح تلاقوا أحيانا في ناس كمان بعض الأسئلة رح يلاقوا موجود مثلا بوذي وبهائي وهندوتي أو شيء بقلب المذهب طبيعي لأنه إذا أنا تزوجت حدا مثلا من الهند أو من أي بلد تاني وبدو يتسجل بلبنان وتصير مع جنسية لبنانية بينكتب هيدا الشيء رح تلاقوا مرات مكتوب مثلا مسيحي بس إيه لأنه ممكن يكون حدا تجوز حدا من برا وما عنده محدد الطائفة وأحيانا منلاقي مثلا موجود لا طائفي كمان لهن الناس اللي لغيوا الطائفة فبالتالي كل شيء موجود بالمذهب موجود مثلا كلمة إسرائيلي في ناس نقزت منها ما لازم ننقز منها الطوائف اليهودية في لبنان اسم الطوائف الإسرائيلية وهيدا قبل إنشاء دولة إسرائيل لأنه أصلا إسرائيل هو اسم من أسماء النبي يعقوب سو كلمة إسرائيلي هو ما إلها علاقة بإسرائيل هن الطائفة اليهودية بلبنان هيك اسمهم
بروسيس كتير سهل، ما بياخد اذا عاملين سكان ومجهزين كل شيء ما بياخد معكم اكتر من 10 دقايق. كل واحد يتطلع بطايفته، شو بدكم بالطوايف غيركم؟ وما حدا يتحمس ويحط لا طائفي بس لانه هو شعوريا لا طائفي، لازم يكون معندك مذهب على وراءك. اوكي معك بعد شغله، بعد شغله، بعد شغله، في ناس سالونا عنا بيتلبكوا فيها، اذا بتكون تعبوا وما لقيتوا اسمكم على الوزاره بتكبسوا على محل تاني وبتصيروا تعبوا، يعني ما طلع اسمكم بالسيرش. في محل اسمه رقم السجل وتحته موجود كلمه الكسر المستحدث، الكسر المستحدث. ما حدا ينقذ منها، هي بعض الضياع اللي بيكون فيها عدد كبير من الناس. مثلا شو رقم سجلك واي ضيعه اذا بتقولي لي؟ 233 صغرتها. 233 صغرتها، كل اللبناني حافظين رقمهم. بعض الضياع اللي فيها كثير سكان صاروا يقولوا مثلا 233 سلاش واحد بعض العيال الكبيره، فكل حدا كيف انت حافظه بتصير. فما حدا يتلبكوا كلمة الكسر المستحدث، إذا أنت ما عندك كسر 233 واحد 233 اثنين you don't need it، هو الشخص حافظها، فما حدا ينقذ ويقول شو هو الكسر المستحدث ما بعرفه بالمرة. اوكي very good. حدا سأل هلأ على اللايف، التصويت أونلاين أو بالسفارة؟ بالسفارة صح؟ تصويت بالسفارة، بيوصل الواحد على السفارة على قلم الاقتراع، لأنه رح يعملوا أكثر من قلم اقتراع حسب عدد الناس، يعني هني رح يشوفوا قديش سجلوا، بيعملوا بعدين ليستا بتتبلغ أنت أنه أنا مثلاً رح تنتخب بالسفارة بباري بهيدا المحل قلم رقم واحد، بتفوت بيكون في 15 صندوق بتفوت لكل دايرة. إذا افترضنا أنه ما صار في المقاعد، عم نفترض أنه ما في مقاعد ستة، أو إذا مقاعد ستة لا سمح الله صارت أنه بنرجع بنصوت بالصندوق، الفرز ما بيصير بالسفارة. بس لننتبه أبداً، السفارة بعد ما يسكر كل شيء أو القنصلية أو حتى إذا عاملينها بنادي أو شيء، تنجمع المغلفات لكل دايرة، بينعدوا الوراق، بينحطوا بقولوا فيها 150، يتسكروا بالشمع الأحمر، بينبعتوا، كانوا عاملين كونترا مع الدي اتش ال، بينزلوا على بيروت، بيتجمعوا بينحطوا بخزنة من مصرف لبنان، بينحطوا لحد ما يجي يتسكر صناديق الاقتراع ببيروت، بينجابوا هالورا بينعطوا للجنة اللي عم تفرز ببيروت وبتزيدهم على النتائج. وهيدا شيء كتير مطلوب ومهم، لأنه إذا انفرزت النتائج قبل نهاية الانتخابات، إن كنا بالمقاعد الستة أو بالخمستاشر دايرة، هوبفو اللي طلع الخمستاشر دايرة، لما تأثر النتيجة اللي بالخارج على النتيجة بلبنان. سو البروتس صار في مشاكل بالألفين وثمانتاش منا بسيطة، بس مرتبطة بشكل أساسي بسوء العمل الإدارة أكثر ما هي محاولات للزعبرة، لأنه إحنا بلبنان زعبرة بمعناها الزعبرة بتصير بس ينعمل القانون، يعني إنه طبيعة القانون بتحسم جزء كبير من النتائج، بس هيدا ما بيعني انه ما لازم نفتح عيوننا. يمكن هيدا بمرحلة تانية بنحكي عن كيف بدنا نعمل مراقبة، كيف بدنا نراقب الصناديق، كيف بدنا نضمن هيدا الشيء، يمكن بمرحلة تانية بنحكي عنه. تونيا okay. قبل ما تفوتي بالسرير أسئلة، في سؤال كمان هلأ ورد بالشات، عم يقولوا انه عم يحكوا عن توتر العلاقة الدبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، هل هذا الشيء ممكن يحمي اللبنانية من الاقتراع؟ شو تامر عندك ولا عندك؟ انه هيك فيني جرب جاوب، انت بتدعمني علي. يلا اذا ما عندنا بعثات بدول الخليج قادره تنظم، ما حنقدر نعمل انتخابات بهذه البلاد. هلا كيف حيتطور الموضوع وقديش رح يكون مستوى التمثيل بعد اذا بدك إرسال السفراء إلى بلادهم، ما بنعرف هلا، بس إنه أكيد إذا ما في كادر وإذا ما في مستوى تمثيل كافي لحتى ينظم الانتخابات تتعرض للخطر. لكن هون وصلح لي علي، إذا هذا الشيء صار وفي ناس مسجلة بتقدر ترجع تنزل تسجل بلبنان تماما، فإذا ما فتحوا أقلام هيقدروا الأشخاص يقدروا يسجلوا بلبنان بطبيعة الحال. خلونا يعني نتمنى انه ما تتطور هذه المساله لهذا المستوى، لانه في عدد كبير من المغتربين
بدول الخليج ونزلتهم كلهم على لبنان صعبه وصوتهم مهم وجون يعني جون داعم للتغيير على القليل جزء كبير منهم. فنتامل انه ما نوصل لهون بس بالمبدا ايه وارد كثير انه اذا تصاعدت المساله انه ما نقدر نجري الانتخابات بهدول الدول. اسمح لي بس زيد شيء على سامر وبيفتحنا على نقطه ثانيه معلومات زياده مرتبطه بكيف بتتنظم الاقلام. ما في حدا يكون على بقلم اقتراع غير انه موافق تماما مع سامر اذا ما في بعثات ما فينا، بس ممنوع حدا يكون على قلم الاقتراع الا السفاره، سفير، القنصل، من ينتدب موظفين، وفيها تستطيع السفاره ان تتعاقد مع مواطنين لبنانيين. وهون بدنا نعرف شغله انه مراكز الاقتراع السفارات بعد ما تشوف العدد اللي عندها بتقترح بتبعت لوزارة الخارجية ومنها بتروح على مجلس الوزراء قبل بعشرين يوم من الانتخابات بده يطلع مرسوم يحدد مراكز الاقتراع، هي رح تقرر هيدا الشيء. ونحن هون مطلبنا انه تحكوا مع السفارات لزيادة المراكز، لانه نحن بال 2018 سجل 80 ألف تقريبا، انتخب تقريبا نصهم، فبعتقد جزء منهم ربما كانوا ناس ما انتخبوا بالأحرى، كانوا مثلا واحد ساكن بتكساس قال لك يلا بروح على واشنطن ونهار هيدا رجع صار عليه كتير اشياء مثلا وما قدر يروح. فبعتقد كمان المناسب انه ينضغط او ينحكى، لانه هون كمان بالمناسبة نحن منتواصل احيانا مع بعض اصدقائنا، في كمان جو من الدبلوماسيين الموجودين اللي هن موقفهم جيد، يعني كمان خلينا نشوف انه في ناس عم بيكونوا متعاونين اكثر من محلات تانية حتى بموضوع الرسائل اللي انبعتت وكذا، فكمان نقدر نستفيد من هيدا الشيء. طيب هلا انا حاسال بعض الاسئله، في منا قطع معنا وفي منا بعد بده شوي توضيح. So لقصة الـ user not found، الحل العالم اللي عم بيعطيهم user not found، الحل الوحيد انه يرجعوا يعبوا معلومات زيادة، واذا دل السيستم ما عم يمشي لازم يروحوا physically على سفارة يسجلوا. صح؟ No user not found بمعنى بس يعمل على search قصدك. Yeah. Okay. اولا اذا انت عم تعبي بالانجلش، اذا شفنا الصفحة تبع الوزارة في عنا اكبس عربي هون ببين اذا انت موجود او لا، اذا كبست لتعبي بالانجليش السيستم ما رح يقرا لك اياها. اذا انا عبيت بالعربي وما لقيوا لي حدا تحت في كبسه اسمها more information اللي هي بتعبيها وبيمشي الحال. لانه خلينا نحكي عن مشكله تانية كمان عم نحكيها بين بعض هون وللناس، في مشكله ممكن تكون باجراء الانتخابات ب 27 ما في كادر بوزارة الداخلية، وهيدي معلومات من جوات الوزارة عم ينقال. نحن كان عندنا 25 واحد بيشتغلوا على لوائح الناخبين إن كان اللي بالخارج لتتزبط أو بلبنان، اليوم في 2 من 25 في 2. فالمشكلة اليوم عم تكون بموضوع المغتربين إنه قديش إذا تلقوا يقدروا هيدا الشغل إنه ينقولك اسمك لينقلوه لمحل تاني، إذ something بدأ وقت وبدأ شغل بهيدا المحل. فهيدا تحدي علينا انه كمان بموضوع الاسماء، فمن احتمال كمان هيدا سبب اضافي للناس تسجل، انه ممكن الانتخابات بكره تكنيكلي ما تقدر تجهز الاشياء قبل 8 او قبل 15 ماي، فنحن بحاجه كمان انه ننتبه لهيدا الشيء. فهيدا سبب اضافي لنضمن، ومثل ما قال سامر انا موافق تماما معه، منفضل نصوت لدوائرنا ومش لست مقاعد، بس برأيي الأولوية هي لفعلا اللبناني اللي بالخارج يصوت بمعزل عن النتيجة. This is a right. وبالظرف اللي نحن فيه بالنسبة إلي it's become an obligation بهيدا المحل. صحيح صحيح. طيب بحال الهوية كان عليها قبل لحظة سأتأكد. أوكي. على فكرة للconfirmation email فهمنا أنه عم يتأخر تيوصل. لا مش عم يتأخر، مش عم يتأخر، مش هو بيتأخر، يعني هم بالسيستم عاملينه بيتأخر، ما بيبعتوا الإيميل إلا بعد ما يقروا الملف. أوكي فما حدا يخاف إذا ما أوكي. اعتبرنا أنه أنا تسجلت نهار 20 سو بده يوصل لي مفروض confirmation بعد يمكن أسبوعين، هل هيدا الشيء بحاط الكونفيرميشن تبعي ات ريسك او خلص لان انا سجلت ب 20 ام جود؟ اتس لايك بس تبعتي انت بريد مضمون. اه
يعني أنا أي متى نحط الختم؟ سألت سؤال رح أفطره قبل ما أترك الحديث للسؤال لبعده لسامر حول الهوية، رح أسأل السؤال وجاوبه. إذا حدا معه هوية هو عمره 20-25 سنة الصورة مش واضحة، ما في مشكلة ياخد معه أي شيء تاني بيوضح الصورة، بس في مشكلة تانية اللي بتكون متزوجة وتزوجت وصارت نقلت على سجل زوجة أو عائلة زوجة. هيدا السؤال. كان جيد السؤال. ما في أبدا مشكلة، لأنه كل واحد حد اسمه بيكون محطوط رقم هويته ورقم الباسبور. سو انت الأساس هو الرقم اللي هو ذاته رح يكون موجود حد الاسم. فإذا انت اليوم هويتك لنقول من صغرتها، أو مثلا أنت صرتي هلأ بمحل تاني، الهوية مكتوب عليها صغرتها أبدا منا مشكلة، وهيدا كلهم بيعرفوه صايرين. فبيكون الجواب بكل بساطة، إذا حدا قال له بليز اطلع بالرقم، رح تلاقي رقم هويتي موجود، طلع رقم الهوية موجود هونيك، هيدا الأساس مش المعلومات. أنا هويتي كنت بعدني غير متزوجة. يعني بتنتخب على أساس يلي تسجلته؟ لا، يعني خليني أقول لك، انسى الخارج، ما نفوت بالخارج. اليوم بلبنان أنا حدا تزوج وحدة وبعدها هويتها عزباء، ما نقلت، ما غيرت هويتها بعد ما تزوجت، اسمها صار بضيعة زوجة، محطوط أنه هي مسجلة رقم سجلها كذا كذا كذا، ما فيها تنتخب على خراج تقعد على الهوية. حد اسم كل لبناني بيكون محطوط رقم باسبوره الفاليد ورقم هويته. فبس يتطلع رئيس القلم ويلاقي انه المعلومات على الهوية غير المعلومات، he will refer to the serial number، وهي كلهم معهم خبرها، يعني لانه ثلاث ارباع العالم ما بتغير هويتها، فهيدي الحالة كتير موجودة والكل معه خبرها، فما رح تكون مشكلة. Very good. واذا حتى اذا ما في صورة على الهوية مش مشكل؟ لا، ما في، ما يكون في صورة على الهوية. في كتير ناس ما عندهم صورة على هويتهم. القديمة ولا الجديدة؟ الجديدة؟ الهوية القديمة، العالم خلقوا انه جيلنا عادي، يعني في كتير ناس ما عندها صورة على الهوية at all. جيلنا احنا هوية. إذا معه هو صغير، كان صغير يعني قصده. بتكون صورته هو صغير، في أشخاص يكون صورتهم هن صغار، ما بعرف. بهاي الحالة ياخدوا باسبور، حتى إخراج الأيد، بصير إخراج الأيد وسيلة للإثبات، للتأكد. يعني اللي معه إخراج قد يجيبه، بس هو الوسيلة اللي عم يشتغل عليها هي الهوية. طيب سؤال، هلأ فهمنا أنه فيها نتسجل بهيد الأوراق الثبوتية شو ما كانت صلاحيتها، حتى لو خلص صلاحيتها، حتى لو قديمة. السؤال، فينا ننتخب بإخراج القد؟ نو. بشو فينا ننتخب؟ بشو فينا ننتخب؟ بالهوية وبالباسبور بس. طيب، ولازم يكونوا الهوية بو امبورت لأنه ما بتخلص، الباسبور لازم يكون valid correct؟ صح، لازم يكون الباسبور صالح. طيب إذا أنا تسجلت بباسبور خلص خالص تمشي أموري، بس لازم جدد باسبوري، ما معي هوية، صار لي زمان ترك لبنان، بدي جدد باسبوري اللبناني، نقدر نجدده بالسفارة صح؟ لازم. قد ايه بياخد وقت؟ حسب كل سفارة، هيدا عم ياخد كتير وقت لأنه كمان في ضغط باسبورات بلبنان. بال 2018 عملوا حل، مثل عملوا تجديد ليوم واحد أو شيء، وبعتقد بالفترة الأخيرة إذا مش غلطان، الناس اللي ما لحقوا يستلموا باسبوراتهم الجديدة نعمل لهم استثناء لينتخبوا باسبوراتهم القديمة بالخارج، لأنه اعتبرت السلطة وقتها وزارة الخارجية إنه هاي مسؤولية الدولة بتأخير الباسبورات. ما رح نلاقي لها حل، ما حدا يخاف. يعني أنا بعرف إنه في توتر عند المغتربين بهيد المحلات، بس بهيد المحلات يعني ما حدا بينظلم لأنه الدولة تأخرت لتبعت الباسبور وبينحرم من صوته، رح يلاقوا له حل. وبعتقد قدرتنا على الضغط صارت عالية، ما نستهون بقدرتنا على الضغط وقدرتنا على أنه اليوم بيكفي نعمل حملة على السوشيال ميديا مركزة ليستسلموا ويلاقوا له حل. بدنا كل لبناني ما وصل باسبور ينتخب بباسبوره، رح نلاقي نتيجة، ما في مشكلة. Amazing. عظيم، كتير منيح هيدا الشيء على فكرة، لأنه من كم يوم كذا حدا حكيني عنده هالمشكلة. هلأ رح أرجع قلن أنه
just register, like massively register. بس يقدموا طلب باسبور، بس يقدموا يعني يقدموا طلب الباسبور اكيد، نحن بس ما يخافوا اذا ما وصل. نحن بس يقدموا الوقت... سوري علي، الوقت للاقتراع بعده يعني الاقتراع باقرب باقرب تقدير باذار، فخلينا ما ننتظر ونتكل انه رح تنحل هيدي الازمه ورح يكون، لا اللي منه جاهز او خالصه مده باسبوره يقدم طلب تجديد من هلا، يقدم هلا يسجل، ما يعني ما يربط الموضوع التسجيل بالباسبور الصالح، بس بعد ما يخلص تسجيله يبلش يشتغل على اوراقه، لانه مزبوط اللي عم بيقولوا علي، بس كمان يعني ما بنعرف شو بصير، والافضل انه نكون جاهزين وعندنا الوقت، يعني عندنا الوقت الكافي لحتى نكون مجهزين اوراقنا بالمبدا. صحيح. اوكي فيري جود. طيب اذا ما في سفاره او قنصليه قريبه وين يعني كم مقترع بدنا لانشاء قلم انتخابي وعلى اي صعيد بتصير؟ هل بتصير على صعيد مدينه، مقاطعه، بلد، كيف؟ بدنا 200 واحد بالسفاره، يعني مينيموم 200، وهيدا مأمن الى حد ما، يعني اقل من 200 ما بيفتح. اوكي مثلا هلا في عالم باستريا بعد ما وصلوا لل 200 عم بيسجلوا، اول شيء لازم يسجلوا اكيد حتى لو ما وصلوا ل 200 لان طلع فيهم ينتخبوا بلبنان، بس هل يا ترى فين ينتخبوا ببلد ثاني اقرب عليهم من لبنان؟ اوكي يعني قصدك اذا انا عايش باستريا وقررت روح سجل ببلد تاني في قلم، اوكي عم تصعبيه علي، بس بالمبدا ايه بالمبدا ما في شيء بيمنع، بس هذا يفترض التواصل مع السفاره قبل ما تعبي، يعني اذا حدا لنقول ساكن ببراغ بس انا شفت انه بكوبنهاغ ما في سفاره مثلا بصوته بيروحوا بالدنمارك السفاره بالسويد، اذا الواحد قرر انه هو فتما رح يكون بهذا المحل ممكن ساعتها السفاره تفتح مركز اقتراع بالدنمارك حتى لو ما في سفاره، بالنسبه لهي الديتيل يحكوا مع السفاره يجربوا يتواصلوا مع السفاره ليعرفوا. سوري السؤال هو اذا السفاره بعيده عنه والبلد الثاني اقرب عليه، ولا اذا ما في سفاره بالبلد اللي هو فيه؟ اوكي انا سؤالي كان اذا ما فتحوا قلم عنده في عنده احتمال ينتخب بغير لبنان، يعني بقلب يوروب في ينقل very easily من محل لمحل بس يمكن ما انه قادر ينزل على لبنان. Would it be an option؟ هيك كان السؤال. اذا ما في سفاره بعتقد مثل افريقيا عم بيكونوا باخر سنه في بعض دول افريقيا ما عندهم سفارات كانوا عم بيسافروا ينتخبوا بدول افريقيه اخرى بس ما يكون في بعثات بس ما يكون في بعثات بس انه بس انا سوري علي بس انا بستبعد انه يكون عندهم القدره إذا ما اكتمل العدد عنده بالبلد وما فتح قلم بالبلد اللي هو مقيم فيه، يعني في سفارة بس ما صار في تسجيل كافي ليفتح قلم إنه يروح ينتخب بستبعد مني أكيد بس. أوكي أنا هون بدي أقول هاي الأسئلة اللي عم تجي خلينا نفتح تشانل مع بعض لناخدهم، لأنه كمان عنا طرق نحن لنستفسر من هيك أسئلة حالات كتير خاصة نستفسر منها من بعض أصدقائنا اللي موجودين ممكن يساعدونا ويعطونا معلومات بهذا المحل. هاي نقطة. نقطة تانية بس بدنا ناخد بعين الاعتبار موضوع مثلا إذا حدا ساكن بتولوز مثلا هو ما بيعرف إذا بده يسجل بمارسي أو بباري، نحن عنا قنصلي مين بده يدرس الملف هون ساعتها أكيد رح يفتحوا بتولوز، يعني هذيك المرة فتحوا بتولوز، إذا هو سجل بباري وقررت السفارة أنه إدارة مكتب تولوز يكون عند مرساي مش عند باري هن بينقلوا له ملفه منا مشكلة. هو كيف يعني بيعرف؟ هن بيرجعوا بيتواصلوا معه لأنه أنت حاطت الإيميل تبعك وحاطت التليفون تبعك رح يتواصلوا معهم ورح يقولوا له أنه أنت صرت بقلم الاقتراع بهيدا المحل رح يصير هيدا الشيء. بس كمان كتير مهم هون لأنه صار شيء هيك بال 2018 أنه يتأكدوا المسجلين من اخر تواصل او اخر بريد وصلهم من السفاره بهذا الخصوص لحتى لي ما يروحوا على لحتى لي اذا مثل ما بقول علي صار تغيير ما يروحوا على المكان الخطا، لانه بعض الحالات يعني نحكى عن اشخاص راحوا على اماكن واسمائهم ما كانوا موجوده وكانوا اسمائهم موجوده باقلام اخرى بمدن اخرى. هو رح يصير اعلان، بصير اعلان لتقول مثلا بناء على كذا تعلن السفاره اللبنانيه بالسويد تجي بتحط هيدا الشيء انا راحت الكهرباء عندي اوكي
بعد في كونكشن بس انا صرت غريب شوي هيك عم بوي. اوكي فكرمال هو بما تنغير هيدا الواقع المرير يعني صراحة. اوكي هاي كلكم. فرح يصير في اعلان على الويب سايت من كل سفارة ورح يكون في اكيد رح يوصلكم بالايميل وبالتليفون. هاي الانفراستركتور موجودة وعن جد في جهد ببعض السفارات وبعض القنصليات، في ناس كتير عم يشتغلوا بالمعنى الإيجابي كرمال يكون في انتخاب. يعني ما تتخيلوا كمان احنا على طول عندنا نظرة نقدية ولازم تضل النظرة نقدية لإلنا، وعندنا قلة ثقة بمؤسسات الدولة، بس أنا فيني أقولكم في بعض القناصل والموظفين كتير كتير عم يشتغلوا كتير ساعات ليقدروا يأمنوا هيدا الشيء، طبعا بنسب متفاوتة مثل ما عندنا موظفين بكل المحلات، بس في موظفين كتير وضعهم عم يشتغلوا بالخارج ليضبط الوضع ويكون أوسع نسبة مشاركة. Yes, hopefully. Very good. أنا من عندي I'm done with all the questions. في كتير أسئلة social media كتير. حدا عم بيقول إنه بال 2018 سجل راح على ستراسبورغ بس هو كان مسجل بنيي. So يعني ما بعرف في كتير حالات. نحن رح نبعث لكم كل الأسئلة بالآخر كرمال كمان let's open the channel بين صح. مغتربين مشتربين وأنتو بأنا عم يوصلنا أسئلة من كل البلدان ورح أترك هلأ الأسئلة الباقية لري. ما بعرف إنه بعد في كتير أسئلة. Thank you Tonya. لضيق الوقت وبما أنه بعد عنا فقرة بدنا نحكي فيها تشوفها شوي مهمة يعني رح نترك دول الأسئلة مش عم نجاوب عليهم على السوشيال ميديا بعدين. بالنسبة لآخر فكرة آخر فقرة هي المشهد الانتخابي على الساحة اللبنانية، بدنا نحكي شوي فعليا شو عم بيصير على الأرض. خلينا نحكي من ناحية أول شيء القانونية، هل هذا القانون بيسمح بإدخال عنصر تغيير للبرلمان وشو العقبات اللي عم نواجهها بهذه المرحلة من الناحية الفعلية؟ تسمح لي علي؟ تفضل تفضل سامر. القانون بطبيعة الحال منه أفضل قانون، وهون بس بدي أذكر بشغلة بس كان عم يحكي علي عن موضوع الحق بالاقتراع بالخارج يعني للمغتربين. حقيقة هذا الحق اللي أقره هو قانون اللي صدر بال 2008 واللي صارت على أساسه انتخابات بال 2008 تسعة، واللي هو كان أول قانون بقر بهذا الحق، ولكن أجل إذا بدكم تنفيذ أو يعني إعمال هذا الحق للانتخابات التالية. طبعا الانتخابات التالية ما صارت تمديد بال 2013 و 2014 وصلنا للي وصلنا له، بس الحق أقر قبل قانون 2017. هلأ هذه ملاحظة هيك على الهامش، القانون الحالي قانون نسبي وهذا الشيء إيجابي. قانون نسبي بمعنى انه ما بيسمح للمحادل انه تقش كل المقاعد بالدائره الانتخابيه، مشكلته انه دوائره صغيره والدوائر الصغيره بتخفف من اثر النسبيه، بس بذات الوقت برضه في فرصه انه نحن نحقق خلق. واذا بدكم البحث بالدوائر وبالنتائج 2018 وشوي بالمزاج العام بدل على انه طبعا انتفاضة 17 تشرين خلقت حالة شعبية عامة، خلقت رأي عام جديد، هذا الشيء رح يساهم بانه نقدر نحقق خروقات بانتخابات 2022. لا القانون منه أسوأ قانون، طبعا بطبيعة الحال من عمل عقياسنا، بس ادخل فيه مفهوم النسبية وهذا جزء كتير مهم. هلا كمان في عناصر مهمه من موضوع البطاقه المطبوعه سلفا يلي بتخفف من قدره الاحزاب على مراقبه طريقه تصويت الناس، في بعض العناصر الجيده وما بيمنع برايي انا انه يصير في خرق على بالانتخابات. لا كان ممكن نكون بقانون انتخابي اسوا. طبعا الصوت التفضيلي وحصر الصوت التفضيلي بالدائره الصغرى مشكله كبيره وبتاثر سلبا على إذا بدكم قدرتنا على الخرق، ولكن بضل في عنا موضوع الحاصل مهم. الحاصل على مستوى الدائرة هو اللي نحن عم نحارب من أجله، ولا في فرصة بيسمح بالتغيير، ما إنه أحسن قانون بس أكيد بيسمح بأنه نقدر نخرق عملياً. في مزيد على اللي قاله سامر فكرة؟ أنا سمعته يا زنان.
لا لا، سمعت رأيك، سمعت رأيك. أنا اتقطعت الكهرباء، رجعت فتت، لا سمعته. بس الفكرة سامر إنه بأي معارضة بالعالم لازم تكون جاهزة لقانون انتخابات بالحد الأدنى ما بيزعج السلطة. يعني بكل دول العالم الأغلبية بتكون هي حاطة القانون. طبعا في دول فيها القانون بيكون مستقر، يعني خلينا نشوف كيف القانون بأمريكا أو بفرنسا أو ببريطانيا، ما نزعج الحزبين الكبار وبيخليهم يضلوا مستمرين بطريقة القانون. إن كان ببريطانيا دوائر صغرى، اليوم إذا منطبق نحن البروبوشنال على الانتخابات بأمريكا بكيف بيصير الالكشن بريزنت تفرق كلها، بس الحزبين الكبار مسكينه وانت بدك تخوض الانتخابات بهيدا القانون. فكمان نحن حقنا نطالب بتعديل القانون بالمطلق، لانه القانون في كتير ثغرات مثل ما قال سامر، مفصل انه شوف جبال شوف علي نحطوا مع بعض ليريحوا وليد جنبلاط، صيدا حطت مع جزين ليريحوا تيار المستقبل، بعلبك الهرمل ما نحطوا دوائر صغرى نحطوا مع بعض ليريحوا حزب الله وحركه امل، مرجعيون حصبيا اندمجوا مع بعض كمان، الاقضيه الاربعه بالشمال نحطوا مع بعض للكل واحد يطلع راس بالبترون والكوره وغيره. بالرغم من هيك ما في الواحد يشترط المشاركة بالانتخابات على أنه القانون بيريحه، المعارضة عليها أن تخوض بكل العالم الانتخابات بشروط لعبة نقيتها السلطة. أكيد. طب أنا في عنا سؤال كتير يعني عم يتكرر معنا على طول، يعني بتشوف هذا السؤال عم يتكرر بين الناس، أنه أي متى مفروض نعرف أسامي المرشحين، مين هن المرشحين، أنا مين بدي أنتخب، يعني هذا السؤال كتير عم يتكرر بين الناس. وشو شكل اللوائح؟ شو شكل اللوائح بأي معنى؟ يعني ريمو، يعني نحن متوجهين على لائحة واحدة على مستوى الوطن بترشح 128 مقعد، يعني بتترشح عن 128 مقعد، أو لوائح تغييرية ناتجة عن تحالفات مختلفة بكل دائرة؟ بعتقد ريمو، أول شيء بالنسبة للأسماء المسألة مش بهالبساطة، مش بهالبساطة بأي معنى. يعني ما أنا جاهز الأسماء، ولا يوم كانت إنه من مؤخرا كان حدا عم بيقول إنه الأسماء جاهزة ويلا بس بدنا نركب اللوائح، مش مزبوط. ومش بالضرورة تكون جاهزة بهذه اللحظة الأسماء. يعني الناس كمان بدها تقدر إنه موضوع تركيب اللوائح واختيار المرشحين والعمل مع المرشحين لحتى نوصل المرشحين المحتملين لحتى توصل قوى المعارضة ل افضل تشكيله، مثل كانه عم نحكي عن تياب، تشكيله 2022 فعلا، بس لحتى نوصل لافضل نموذج. مساله بتاخذ وقت، ومساله بتاخذ فيها اخذ ورد كتير، فيها عمل مع الاشخاص، ففي وقت لحتى نطرح المرشحين. هلا بعرف انه نحن ما عندنا نفس رفاهيه السلطه، انه السلطه قبل بلحظه فيها تنزل لوائح وتقول للناس يلا هذه لوائحنا وتفضلوا اقترعوا، لا نحن لازم نكون اسرع. وبعتقد قوى المعارضه واعيه لهذا الشيء، وفي كثير مجموعات عم تشتغل لحتى تكون جاهزه، لانه في مرحله عاده السلطه ما بتخوضها وهي تعريف الناخبين بمرشحينا. السلطه ما بتعمل هذه الشغله، السلطه بتقول مين هن مرشحينا، بتنزل هالبوسترات على الطرقات وبتعمل لها كم موكب وخلص، بتعرف انه الصوت كيف رح يجي مثل ما هو لا لوائح السلطة، الصوت اللي طبعا اللي رح يصوت للسلطة. يعني عم نحكي عن جمهور السلطة. نحن جمهورنا منه، إذا بدكم منه جمهورنا بعد، يعني جمهور قوى التغيير بعده مش عارف مين هي قوى التغيير مزبوط. وبالتالي في علينا في جهد مضاعف لازم نشتغله لحتى نخلق، أو بيكون أو بالأحرى يكون فيها المرشحين جاهزين بفترة زمنية تسمح لنا أنه نخليهم يتعرفوا على الناس، يعبروا عن وجهة نظرهم، يفرجوا ديناميكيتهم وجهة نظرهم بالعمل السياسي، وإلى ما هنالك لحتى نبلش نبني هالثقة وهالقناعة من الجمهور بهدول المرشحين. إنما هلأ بهذه اللحظة بعد هذه الأسماء منا موجودة. بس اللي أنا بالنسبة لي ومن وجهة نظري بعتقد أنه الوضع إيجابي، وأنا متفائل لأن في عمل جدي عم ينشغل بين كل المجموعات، في تواصل يومي، الناس عن جد ماخذين موضوع الانتخابات بشكل جدي، ومعتبرين أنه هيدي فرصة لحتى نترجم تطلعات الناس اللي نزلت في 17 تشرين. بعتقد في قدر كبير من المسؤولية عند معظم المجموعات أو كل المجموعات، مجموعات المعارضة. هلأ بالنسبة لشكل هاللوائح، إذا حتكون لائحة وحدة ب 128 او مش بالضروره ب 128، كمان في اعتبارات اخرى يعني بتحكم اذا
المعارضة راح تنزل ب 128 نائب ولا لا؟ في اعتبارات عديدة، من اعتبارات قديش مكلف هذا الموضوع، من اعتبارات قديش مجدي هذا الموضوع إذا عم ننزل بأماكن يمكن تكون الخسارة محتمة فيها. مش هالأزمة بس، هل السؤال هو هل حنكون بلايحة وحدة ولا حنكون بمجموعة لوايح، أو بالأحرى مش بمجموعة لوايح، السؤال هو هل حنكون تحت عنوان واحد ولا حنخوض المعركة بعناوين مختلفة حسب الدوائر والأقضية. السيناريو إذا بدكم، سوري، السيناريو اثنين، هؤلاء السيناريوهين محتملين بالوقت الحاضر. طبعا التطلع هو أكثر لبناء عنوان واحد، لأنه هذا الشيء بيعبر عن المعارضة كلها، وهذا الشيء بيخلق ثقة عند كل هالجمهور يلي بعده حقيقة ما صار جمهور هالمعارضة، وبده هالمعارضة تكون عن جد في إلها شخصية واضحة، وشخصية إذا بدكم أكثر يعني منسجمة. هذا أكيد بيساعد أكثر بكثير. بس في حال هذا الشيء ما تحقق، وفي إمكانية إنه ما يتحقق، يعني ما بدنا نقول إنه لا، هذا السيناريو الوحيد، في إمكانية إنه ما يتحقق هذا السيناريو، فينا نشتغل على السيناريو الثاني واللي هو إنه منخوض هالمعارك بالدوائر. كمان ما بدنا ننسى إنه الدوائر عم تخوض معركها لوحدها، يعني الاقتراع عم بيصير بقلب الدائرة. إذا هاللوايح يلي هي على المستوى الدوائر عم تخوض معركتها تحت عنوان إلى حد ما محلي، قدرت تقنع جمهور هيدي الدائرة بالخطاب وبطريقة العمل وبالرؤية السياسية، بعتقد فينا نحقق ذات النتيجة. إنما بقدر أقوله هلأ إنه الناس أو المجموعات والأشخاص يلي فعلا ناشطين على المستوى السياسي وعم يشتغلوا على المستوى السياسي لحتى يساهموا بتشكيل هاللوايح واذا بدكم خوض المعركه، واعيين كثير منيح انه العنوان الواحد مفيد اكثر، وبعتقد في شغل عم بيروح بهذا الاتجاه. اوكي ذاتس جريت. سوري، انا عندي سؤال تقريبا، سؤال اخير، ما بعرف راي عندك شيء قبل؟ لا، هيدا يمكن هون نوصل لاخر سؤال تقريبا. اوكي، اخر شيء اهم شيء بفتكر رح نحكيه اليوم هو حتى المغتربين اللي اليوم عم يوصل لهم صوتنا بانه تسجلوا انتخبوا، في تردد، في بعض التردد من المشاركة بشكل عام كل لبنان حتى أو هون بالعملية الانتخابية. شو برأيكم أو كيف بتفسروا للي عم يسمعونا أهمية انتخاب المغتربين، أهمية أصوات المغتربين، وكيف وليش كل صوت من أصواتهم بيعمل فرق حقيقي؟ اوكي، خليني اقول اليوم في كتير ناس عم يطرحوا سؤال مشروع عم بعرضه، انه ليش بدنا نروح على الانتخابات؟ هاي الانتخابات السلطة مختارة قانونة، السلطة مختارة التاريخ، مختارة الضغوطات اللي كانت، الترهيب المباشر، الجوع، الطائفية، التهديد، ليش بدنا نروح على الانتخابات؟ اوكي، الاسئله مشروعه، وعم تقول هاي الناس ليش نحن ممكن نروح على انتخابات تطلع بالاخر عم نعطي شرعيه للسلطه ومنكون كومبارس لهيدي السلطه. انا مع كتير هيدا النقاش ولازم نناقشه بجديه مع هاي الناس، بس عندي سؤال او جواب لإله. ديناميه المقاطعه بعمرها ما كانت ديناميك. اليوم انا قدام سلطه بدها تجرب تعمل اي شيء لتحول هاي الانتخابات لفرصه تعيد تجديد نفسها قدام جمهورها، قدام خصومه وبوجه الخارج. التحدي اللي علينا كيف نحول هاي الانتخابات للحظه لمحاسبه هاي السلطه ولخلق بيئه للنقاش السياسي واعاده الاعتبار للشان العام بلبنان، لانه شئنا ما بين اي انتخابات بالعالم هي لحظه تكثيف للنقاش السياسي والنقاش العام، ونحول هاي الانتخابات لمناسبه لمحاسبة هاي السلطة، لضرب شرعيتها، ولمحاولة تحقيق أكبر نتائج إن كان بالفوز أولا، وثانيا إن كان برفع مستوى التصويت بالمحلات اللي منسعى أنه نحن ننزع عنهم الشرعية. هيدا تحدي،
ومثل ما قال سامر وكان كتير واضح معكم سامر باللي قاله حول موضوع المعارضة وغيره، وما ننسى أنه المعارضة كمان فيها تنوع إيديولوجي وفكري ومناطقي وريف ومدينة واللي بدكن إياه، وبالتالي مثل ما في تعددية، يعني ما فينا نكون نحن عايشين بدول فيها تعددية بين يسار وسط ويمين ويمين متطرف ويسار متطرف، نعتبر أنه إذا في حدا نحن ضده الناس كلها لازم تتجمع. بس أنا لحد هلأ مقتنع شو ما كانت سلبيات الانتخابات أكيد أفضل من المقاطعة بشكل لا يتصور على الإنسان، لأنه ما في ديناميك بتغلق المقاطعة. وبهيدا المحل الاغتراب اليوم بطل موسمي، وهيدا الفرق الأساسي. والدليل اللي عم نحكي معكم أنتو مغتربين مجتمعين، حالة سياسية قائمة لم يعرف لبنان بتاريخه الحديث إلا في أحزاب بتروح بتلم مصاري من العالم لتمول مشاريع أو لتمول حروبة وكذا. اليوم في حركة سياسية عندها رأي، عايشة بالاغتراب وعندها نظرتها، مش بس هي ملحقة بلبنان. وبالتالي المغترب اليوم بلبنان صار شريك بالنقاش السياسي بصفته مغترب، وبالتالي كل ما زادت نسبة غير المقيمين من المشاركة بالانتخابات، كل ما رأي هاي الفئة مش بس رأيها بمصالحها، رأيها بكيف بده يصير البلد. وبعتقد في شيء كتير أساسي هون لازم المغتربين والمغتربات يعرفوه، أنتوا اليوم صوتكم حر أكتر مننا. نحن اليوم مكبلين كلبنانيين بالضغط الاجتماعي والسياسي واليومي، يعني اليومي من تعبئة البنزين لنلاقي دواء. وبنفس الوقت أنتوا أحرار أكتر من الضغط اللي ممكن تمارسه أحزاب السلطة إذا شافت الانتخابات مش لصالحها. إحساسكم بالذنب حولوه لطاقة إيجابية، إحساسكم بالذنب تجاه أنه أنتوا برات لبنان، واللي أنا كتير بفهمه هيدا الإحساس وكتير من قدره، يعني حولوه لطاقة إيجابية ولفعل مش لردة فعل بالانتخابات، وخلونا نروح نسجل. وأكتر من هيك، حتى لو نحن نفتح حوار مع اللبنانية واللبنانيات الموجودين برا اللي هن حتى من أحزاب السلطة، قولوا لهم روحوا دافعوا عن حقكم. إذا أنت بتحب الحزب الفلاني ما تقبل يحطوك بالمقاعد الستة، بدك تنتخبوا للزعيم انتخبوا، ليش بدك تروح على المقاعد الستة؟ حتى بمعركة المقاعد الستة قد يكون عندنا حلفاء من 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 الجو الاغترابي. وبالتالي اللي هو وبالتالي هاي المعركة، هيدي معركة أساسية بتاريخ البلد. هاي كل انتخابات بلبنان بتأسس لمرحلة جديدة، ولكن نحن هاي الانتخابات قد تؤسس لمرحلة كتير أساسية بتاريخ البلد. البلد عم يتغير، مش إنه مش عم يتغير، البلد عم يتغير بالعمق. نحن واليوم عم نحكي البلد مغير، شو ما كان الوضع بعد 3-4 سنين، البلد لبنان بعد 3-4 سنين ما رح يكون مثل اليوم. نحن لو قعدنا ببيوتنا ما رح يكون مثل اليوم. كيف لو كنا فعل نحن شركة بكيف بده يكون بلدنا بعد 4-5 سنين، وبدنا نرسمه لهذا البلد، بدنا ننجح بهذا الشيء، ودور المغترب والمغتربة حاسم بهذا المحل. بس بدي زيد شغلي على هذا الموضوع، انه اليوم كل مغترب عم يبعث مصاري على لبنان حتى يساعد اهله محبينه اصحابه تيتخطوا هيدي الأزمة. ما رح يعني هذه خطوة كتير منيحة، بس هذه الخطوة منا كافية، لازم هذا الشيء يترجم بمشاركة سياسية مثل ما نحن عم نعمل بمغتربين مجتمعين لصنع التغيير، حتى ما نضلنا على هذا الوضع أو نضلنا رايحين بهذا الاتجاه، اتجاه التدهور القائم يلي آخر 30 سنة ما عم نشوف إلا تدهور، وبآخر سنتين كان عنده أكبر أمبلور، يعني كان عنده أكتر نتيجة فعلية على الأرض. فمن هون بس إذا فينا نحكي شوي أكتر عن بالأرقام بركي سامر. في مثلا عن دائرة انتخابية بالسنة الماضية كان ممكن ينعمل فيها تغيير لو انتخب عدد قليل بعد من العالم، أو نسبة لتمثيل نسبة قليلة من المقترعين. أنا حتى عندي يمكن مثل براسي، بس anyway. شو المثل اللي براسك؟ لأنه أنا هلأ ماني عامل سيميوليشن الصراحة تونيا، بس قبل ما اوكي انا مثل دايرتي، مثل تبعي هو دايرتي. اوكي نحن اليوم بدايره شمال الثالثة. شمال الثالثة صغرتها كوره بشرد بترون، دايره شمال الثالثة. نحن بحاجه بالدائره كلها لحوالي 12,000 صوت، اوكي
كرمال نقدر نحن يكون عنا مقعد يكون مقعد ايه ما يكون عنا حاصل. نحن بالانتخابات السابقة بدائرتنا في 131 ألف شخص لم يصوت نهائيا. يعني هيدون العالم بدنا نحسب، يمكن عم قول شو ما كان بدنا نحسب نصهم عالم تركوا البلد منذ زمن بعيد ويمكن ما بقى عندهم وصل اوكي مع مع البلد، بس في اقله نصهم، في اقله 60 ألف منهم، 70 ألف انسان منهم كان بيقدر يصوت ولكن ما صوت لانه ما لقى حدا يمثله. فيمكن هالشخص كان بوقتها عم بيعبر عن رفضه بهيدي الطريقه بشكل او باخر. اليوم لازم نعرف انه لو جزء بسيط من هالعالم عبروا عن رفضهم بالاقتراع كانوا عملوا نتيجه. معك حق توني اكيد. هلا انا الارقام اللي عندي، يعني عذرا بس الارقام اللي عندي اللي موجوده قدامي هلا هي اكثر عن 2018 اقتراع الاغتراب كيف كان حسب الدولة، يعني من الدول كيف كان التصويت، كم حدا تسجل وكم حدا صوت. إنما محاكاة لكيف كان ممكن يتحول تتحول الأرقام بالدوائر منا موجودة معي هلأ، ولكن هذا الشيء عم نشتغل عليه وفيني شاركه معكم. اللي كنت بدي أضيفه سوري سامت سوري علي سوري إيه بس شغلي كنت بدي أضيفه على اللي تفضلوا فيه علي وريمو وانت كمان تونيا. نحن هلأ عنا فرصة، يعني هول الأشخاص اللي عم بيقولوا أنا ما بدي صوت لأنه أنا ماني قادر غير أو أنا قرفت من السياسة، نحن هلأ باللحظة الأنسب لحتى نكثف مشاركتنا بالعملية الانتخابية وبالعملية السياسية بشكل عام. نحن في عنا سلطة عم تتهاوى، نحن مش جايين بنحاربها لهذه السلطة بأقوى أيامها أو هي بأفضل حالاتها على الإطلاق، نحن جايين نحاربها وهي بأسوأ حالاتها. في عنا فرصة حقيقية إنه عن جد نهز هذا الكيان، وهذه الشغلة ما بنقدر نحققها إلا إذا كان في مشاركة كثيفة، إذا كل الأشخاص اللي كانوا متراجعين ومنسحبين من الشأن السياسي حقيقة قرروا إنه يشاركوا. بهذه الحالة حقيقة نحن قادرين نحقق إنجاز. هلأ قديش مستوى وحجم الإنجاز هذا الشيء ما فينا نقراه هلأ بهذه اللحظة، ولكن فينا نبلش يعني نستشرف مع شوية وقت كيف ممكن يكون شكل هالكتلة يلي ممكن توصل على المجلس النيابي. إنما الأكيد هو إنه إذا عن جد صار في تضافر للجهود، كل الأشخاص يلي كانوا مبتعدين أو منسحبين وبعدهم قادرين إنه يشاركوا بالعملية الانتخابية فعلا شاركوا، أكيد نحن منحقق إنجاز وأكيد منحقق خرق. فبس هذا اللي كان بدي أقوله، إنه نحن الظرف الحالي بيساعدنا حتى من ناحية قانون الانتخابات. هذا منه أسوأ قانون، هذا أفضل قانون مرق لحد هلا، منه أسوأ قانون. فنحن في مجموعة من الظروف، في سلطة عم تتهاوى، في سنتين ثلاث سنين، في انتفاضة سابقتنا، في انفجار. إذا بدكم كثف هذه لحظة التهاوي يلي كانت السلطة عم تمرق فيها، وصلنا للمطرح يلي ما حدا مسؤول ولا حدا قابر يتحمل مسؤولية، في قضاء عم بيخوض معركة، في كتير عناصر عم تلعب لمصلحتنا، لازم نستثمر بهذه العناصر. وانا بعتقد انه هذا الاستثمار رح يعني رح يحقق مبتغاه ورح يكون في له نتيجه. عفوا علي. لا بالعكس، انا بدي اعطي هيك ارقام اوليه. نحن لنفترض انه الاصوات بلبنان هي الماكسيموم، لو الاغتراب صوت سجل اكثر ببيروت الاولى كان عندنا مقعد ثاني اكيد، لو الاغتراب سجل اكثر بيشوف علي بنسبه 1000 صوت زيادة مع توحيد المعارضة كنا جبنا حاصل. لو الاغتراب صوت بشكل أكتر ببيروت الثانية يمكن ما كنا خرقنا بس كنا حققنا نتيجة أعلى. خلينا نعرف شغلة، الاغتراب بلبنان عدده هو من الأعلى بالعالم بالنسبة لعدد السكان. إذا نحن عم نحكي بين 800 ألف للمليون ما فينا نعرف عدد المغتربين على المزبوط، نحن عم نحكي بين 23 ل 30% من اجمالي عدد اللبنانيين، هيدا اذا ما حسبنا اللي فلوا من 2019. المغترب اللبناني، وانا عم بحكيكم اليوم من بيت مغترب من استراليا، سائبت الظروف هيك، لا ما في مغترب لبناني الا ترك البلد قسرا،
المغترب اللبناني ما راح بس يفتش على ظروف أفضل، راح لأنه كان مضطر، يا بسبب الأزمة الحرب، يا بسبب سياسات الاقتصادية سيئة، يا بسبب وضع أهله. ما في لبناني فل، نحن مهجرين، المغترب هو مهجر من لبنان، وبالتالي اليوم هو بده يروح، وواجب سلطته الدولة إن تأمن له حقه بالمشاركة بالانتخابات، لأنه ما راح برضا، ما راح مثل الفرنساوي اللي راح يحسن ظروف عمله ويروح لبرا، راح لأنه مضطر يعمل تعليم، مضطر يشتغل ليصرف عائلته وكذا. وبالتالي زيادة عدد المغتربين بالمشاركة هي الأساس. نحن قادرين نزيد المشاركة بلبنان، بس نحن عم نلعب بملعب محصور، في حين الاغتراب نسبة المشاركة مثل ما قلته هي كتير قليلة. إذا بشوف أنا أستراليا، إذا بشوف أمريكا، إذا بشوف فرنسا، بشوف أوروبا، عنا عشرات الآلاف من اللبنانيين قادرين. أنا بقلكن إذا منرفع بكل دائرة انتخابية 5000 مغترب، بين 5 و10000 مغترب يصوتوا بهاي الدائرة، بنقلب النتائج. الاغتراب قادر يقلب النتائج بدوائر. نحن إذا عنا فوق 10 نواب فينا نطعن قدام المجلس الدستوري، إذا معنا 15 نايب وهن مقصومين، نحن منجيب رئيس الجمهورية يا جماعة، ما عم نمزح. اليوم إذا بقي الانقسام بين بقايا 8 و14 أدار بيضة الأبان، يعني نحكي أرقام، الدور اللي لعبه وليد جملاط بعد 2009 بين 8 و14 بتسع نواب، نحن فينا نلعبه ب 15 نايب. نحن منصير نحن فينا نفرض تشكيل الحكومة، ما فيها مزح. الفرصة قد لا تتكرر، وبالتالي كل واحد يعرف انه قيمة صوته قد تكون حاسمة بكل دائرة من الدوائر، حتى بالدوائر اللي يمكن ما فينا نربح فيها. يمكن اقصى طموحنا نقدر نخرق بواحد او باثنين بالمناطق اللي حزب الله وحركة امل عندهم اصوات، بس انا معركتي بهالمناطق مش بس مقاعد، معركتي كسر الاحتكار القرار السياسي. كسر الاحتكار قد يكون اهم من المقاعد، بس تكون النسبة 90% 6% مع انقسام المعارضة شيء، وبس تصير بكرة النتيجة 65-35 في حكي تاني بالبلد، صار ما بقى حدا فيه يختزل ويحكي باسم طوائف مسكرة. فإذا المعركة لتحسين المقاعد، بس المعركة السياسية لكسر شرعية واحتكار التمثيل عند هيدي أحزاب السلطة. شكرا كتير علي، يعني لو في هلا اترك شيء وانزل على لبنان. لا تفهمي ما تنزلي ما تنزل. لا عن جد كنا بحاجه، حتى نحن اللي بنعرف يمكن هيدي الامور بنحتاج نرجع نسمعها، نحتاج نرجع نتشجع كرمال نشجع كمان الناس اللي حوالينا. عن جد بشكركم كتير كتير علي وسامر لكل المعلومات اللي عطيتونا إياها. رح ندلع تواصل معكم بشكل كثيف بعتقد، كرمال نساعد قد ما فينا العالم بأنه ينتخبوا. شو عنا أسئلة السوشيال ميديا قبل ما أختم، أو بختم ونرجع منجاوب بعدين؟ كيف أوقاتكم؟ كيف عنا بعض الأسئلة يمكن نجاوب عليها. في عندي سؤال عن شخص حاليا عايش بالإمارات وبده ينتقل على السعودية قبل الانتخابات، عم يسأل إذا في تسجل بالإمارات وبعدين إذا غير إقامته يصوت بالسعودية شو بيصير؟ لا ما في، بده يرجع، يعني بده يبعث صورة إقامته من البلد اللي هو فيه. وبعتقد بهيك تفصيل يسأل السفارة، لأنه عادة بين دول الخليجية الواحد قادر يتنقل، إذا إقامته بتكون فاليد وبده وقت يغيرها ما بيقدر حتما ينقل على محل تاني، وهذا أمر طبيعي بكل الدول. يعني حتى اللي بده ينقل نفوسه بفرنسا من محل لمحل معه 6 أشهر أو شيء. سو أنا بعتقد الأفضل أنه يسجل بالإمارات، وإذا بتبقى إقامته موجودة ويجي يصوت بالإمارات. في عندي كمان كومنت تاني وصلنا من حدا كان عم يحضرنا لايف، عم بيقول انه بليز قولوا، شددوا وقولوا للعالم ما تنطروا لاخر دقيقه ب 20 ب 20 نوفمبر، يعني 20 نوفمبر تتسجلوا، لانه في مئات الاشخاص بال 2017 قبل انتخابات 18، يعني بنوفمبر 2017 عملوا نفس الشيء، نطروا لاخر دقيقه، ولانه كان في ضغط على السيستم ما قدروا يتسجلوا وما قدروا ينتخبوا بالتالي. صح صح. في هاو هني بشكل اساسي يمكن يلي وصلونا. انا عندي سؤالين
وصلوني. أول واحد شوفي عنا وين شو المواقع بكندا اللي العالم فيهم ينتخبوا فيها، المدن أو كان ببين بس المواقع الأساسية. بعد ما تحددوا، عم نحكي يعني مراكز الاختراع، بعد ما تحددوا يس مراكز الاختراع بالاغتراب. هلا فيني اذا بدكم ابعث لكم، وانتم يو كان شير ذس اون يور سوشيال ميديا اون انستغرام، اور فيني ابعث لكم وين كانت المراكز بال 2018. بس هلا بعد ما تحددوا المراكز. اوكي جود. انت بتتحدد علي، انت فيك تساعدنا بهالنقطة؟ لألكم شغلة كتير مهم، يصير في ضغط على السفارات في هيدا المحل، وبالمعنى مش ضغط، خلينا نحكي حوار مع السفارات، لأنه ممكن يكون حوار بناء ببعض المحلات. تحديد المراكز آخر مهلة لصدوره هي 20 يوم قبل موعد الانتخابات بمرسوم بيطلع من مجلس الوزراء. بس عادة اللي بيصير بهاي الحالة إنه كل سفارة بتبعت، وبالتالي اليوم اللبنانيين الموجودين بأماكن بعيدة، لنقول مثلا بكندا، بأمريكا، بأستراليا اللي هي كبيرة، يكون في ضغط، ويمكن يكون في حتى نوع من أشكال المساعدات لاستئجار قاعات أو غيره بهيدا المحل. عادة ليش عم أقول المهم السفارات؟ عادة الاقتراح اللي بتقدمه السفارة وبترسله للدولة، لوزارة الخارجية، وزارة الخارجية بتعمله، المفترض الدولة أو يعني السلطة التنفيذية تلتزم بالاقتراح اللي بتقدمه، لأنه السفارة عارفة شو اللي عندها. فاليوم كل ما انفتح حوار بناء منكم ومن الجالية، وبعتقد كتير مهم هون كمان يتم التواصل مع، خلينا نحكي هون صرنا الانتخابات فيها جزء منها مفاتيح انتخابية، وبالتالي اليوم إذا أنا بدي زيد عدد مراكز الاقتراع يمكن بحاجة لحوار بناء، لخلي constructive approach بالعلاقة مع السلطة. وهون الناس الموجودة حتى لو نحن ما كتير منوافق على فكرة لنقول وجهاء الجاليات وكذا، بدنا ناكل عنب. كل ما زدنا مراكز الاقتراع والأقلام والمدن، كل ما نحن رفعنا نسبة التصويت، لما يصير فينا مثل بال 2018 يسجل 80 ألف يصوت بس نصهم. عادة الناس بس تتسجل نسبة التصويت لازم تكون عالية، لأنه في رغبة بهذا المحل، مش نازل اسمك باي ديفولت. وبالتالي اليوم كتير ممكن ينشغل، ومثل ما قال سامر، رح سامر يعني عنا الداتا لنقلكم كيف كانت المراكز، وهيدي يمكن اشتغل لازم ينعمل مع بعض، نعمله نشوف المراكز ونجرب نعرف الناس اللي قاطعت او ما شاركت ليش، لنعرف اذا قلة عدد المراكز هي السبب او لا. قلة عدد المراكز بمعنى انتشارها الجغرافي. صح. إيه خلينا نشتغل بركة على هالموضوع on the side، نعمل real meeting and we discuss all the points. شو فينا نساعد؟ نحن حنكون جاهزين. بعد عندي سؤال أنا وخلص. إمتى يعني نتيجة أول شيء إمتى بيصير الفرز تبع غصن دي بلبنان، وإمتى بتطلع نتيجتهم؟ هل مع النتائج الأخرى أو قبل أو بعد أو شو؟ تفضل. تطلع أول شيء ما بتنفرز بالخارج، الخارج بينضموا، بيوصل للبنان، بينعطوا للجان الفرز العليا بيروت، وبينزادوا عن نتيجة. يعني نحن بكل قلم بيفرز، بيبعت نتيجته للجنة قيد ابتدائية، وفي لجنة قيد عليا على مستوى الدائرة الانتخابية، وفي لجنة بتعلن النتائج ببيروت. هاي بتزيد الأقلام. رح تزيد عن النتيجة؟ رح تزيد أقلام الخارج، رح تزيد فئة تانية هي الموظفين، لأنه الانتخابات بتصير يوم أحد بلبنان، رح تصير بالخارج نهار جمعة دول عربية، وأحد اللي قبله بالدول الأخرى. بس كمان نحن عنا بلبنان نهار الخميس اللي قبل الانتخابات كل موظفين بينتخبوا، هول أصواتهم كمان بينحطوا بالخزنة بمصرف لبنان، وبينعطوا للجنة القايد ببيروت لتنزاد عن النتائج. يعني اليوم النتائج ببيروت رح نشوف شيء كتير حلو، من هون عم بدعي الاغتراب ليعرف قوة صوته. النتائج اللي رح تكون عم تطلع على المكانات عن نتائج الأقلام ببيروت رح يقلبها الاغتراب، لأنه الاغتراب لا مش ببينوا بعدين، ببينوا بعدين بمعنى المكانات ما معها خبرها. يعني المكانات ما معها خبر أقلام، ما معها خبر، لأنه هالفرز رح يجي من 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 مصرف لبنان، رح ينبعثوا للجنة تفرز دغري وتزيد، ففي نواب رح يكونوا ناجحين رح يسقطهم الاغتراب. Interesting.
مش رح يبعثون بالمفرع على كل دايرة. فنحن إذا أنتم كنتم مسجلين كتير ومصوتين كتير رح تشوفوا بالفعل قوة صوتكم، لأنه رح يكون في قلب دراماتيك ونتمنى يكون لصالحنا مش لصالح السلطة طبيعة الحال. إيمان إن شاء الله. كأنا أم دان ريمو، عندك أي شيء؟ لا أنا بالنسبة لي فينا نختم إذا بديك. جايز، نهاية هذا الويبينار بدي أشكركم عن جديد عن جديد عن جد، يعطيكم ألف عافية. Thank you so much. Very, very interesting answers, very clear answers. إن شاء الله نكون جاوبنا على كل الأجوبة، كل الأسئلة يلي عم تطرح علينا. لأي حدا عم يسمعنا، حدا بيعرفه، صديقه، عائلته، أول شيء قولوا لهم ذكرون يسجلوا بليز، ساعدونا، نحن بدنا مساعدة، وصلوا الصوت، قولوا لهم يسجلوا بليز. وأي حدا بده استفسار مساعدة بعد هيدا الويبينار يحكينا على السوشيال ميديا، كل صفحات مغتربين مجتمعين جاهزة ترد عليكم anytime، كلنا إرادة. كمان فيكن كمان تشوفوا our website uniteddiasporaalb.com. خصصنا أول ما تفتحوا بيطلع فاتي سبيشل للانتخابات، في عليها كل المعلومات، في عليها حتى توجه لتعريف عن الأحزاب البديلة، مش البديلة، التغييرية، عن الأحزاب التغييرية، نبذة عنهم تسمح لكم حتى تعرفوا عنهم أكثر. في كمان بارتي عم نحط عليها أنشطتنا بكل الدول اللي عم نساعدكم من خلالها أنه تتسجلوا. مثلا بكرة في لايف ويبينار من أستراليا الساعة 7 بتوقيت إيسترن أستراليا، لكل العالم اللي بهيدي المنطقة بحاجة لمعلومات. في كمان بكرة لقاء بباريس الساعة 3 بعد الظهر، كمان بتلاقوا تفاصيله عنا لنساعد العالم بالتسجيل، يعني وقت يجوا منساعدهم حتى بالتسجيل فيزيكلي. الأربعاء المقبل 3 نوفمبر في كمان ويبينار لايف مع سان فرانسيسكو، سو نحن الساعة 7:30 عشية لكل اللي بيحب يشارك بتوقيت أمريكا. فتابعونا لتضلوا عم تعرفوا كل شيء عم نحضره. وإذا بدكم مساعدة حكونا. أكيد هلأ آخر كلمة لكم سامر علي. أخيرة، لأسباب خاصة أنا تواجدت وعملت اللايف من بيت مغترب لبناني من أستراليا، لبكتن كتير هلأ لأنه عم يحكوا على صوت واطي، فبس بدي أشكركم جميعاً على اللفتة اللي بدكم إياها، مع أنه كانوا كتير مبسوطين وهلأ رح يقوموا يسجلوا كلهم، بس حبيت أشكركم على هذا. طلعوا مسجلين من قبل، أوكي، بس حبيت أشكرهم لأنه لبكتن شوي، حسيت حالي. شكراً كتير، شكراً لإلهم منا نحن كمان. هاي تحية بالضبط. وبقول لكم good luck ويعطيكم ألف عافية هون. Thank you. Let's do this together. نتعاون كلنا سوا تحت الحق النتيجة. تماماً. شكرا كتير عن جد. شكرا لكم. يعطيكم ألف عافية. باي باي. باي. باي guys.